السلام عليكم ورحمة الله الزفلاوي. عندنا جيت تبون رئيس الجمهورية الجزائرية في اللقاء اللي داروا مع زوج صحفيين من أحبابه وصحابه. كما قلت في تسجيل سابق، كثر من الكذب وراجل معروف عليه كذاب، ويتكلم مع الدليل وما يبينناش الدليل. احنا كيقولوا انت كذاب يا تبون، سمعت؟ وهو الدليل انك تتهم الماك بانه حركه ارهابيه، وفرحات مهني يعني تقول عليه انه هو شيف جفيل ورئيس لا ما تقول محبوش مدهوننا وفرنسا قدام منا. شوف دابا نسمعوا واش قال هذا الكذاب وبعدك نردوا عليه. نو دوموندون le chef de file des terroristes du MAC. Il faut qu'il nous soit livré. C'est un terroriste. Il le dit. Nous avons des preuves pour l'achat d'armes, des collectes de fonds pour l'achat d'armes. C'est pas du terrorisme, ça? Il a déclaré, il a demandé à ses adhérents de s'armer à un certain moment. Oui, oui, exactement. Alors, avez-vous des preuves باللي ستان تيروريست فرحات مني؟ اعطوهم، بينوهم. عمرك ما هاو عندك الصحافة قدامك ديالك، قولوا لهم ينشروا لي بروف هادو، خلوا يتكشف هذا الراجل هذايا، خلي يتكشف هذا ما كذب اللي راهو تيروريست. كش ما عندكم عليه عمليات إرهابية دارها، سانتو يفو كي سوا ليفري، انت تبغي تقول فرنسا يفو كي سوا ليفري، مي تو يفو كوا، تو يمونتور. Tu es ignare et tu es fou. Et alors, il faut qu'il soit livré. T'as le droit de le mandat d'arrêt, il faut le respecter. Ils n'ont pas respecté le mandat d'arrêt. Je me dis, mandat d'arrêt, il dit tout. Il n'y a pas de mandat d'arrêt. Un mandat d'arrêt obéit à des règles. Kayen maqayis. لازم تتوفر باش تقدر تعمل مذكرة توقيف دولية. تجي تقول فلان إرهابي، إيه عندنا لي بروف، عندنا لي بروف بلي يشريو السلاح، كوليكت دو فون بور لاشادار، هات لي بروف دياولك، إلا على البوك ولا على البوز الريعة ديالك كيشوفك هكذا تكذب وتبهدل بينا حنا كجزائريين. اكذب وحدك هنا على البوك، امشي اكذب وحدك، ما تكذبش باسم الجزائريين. روح تمشوكا ديالك وكذب على روحك. قال له سي ان تيروريست، سي شيف دو فيل دي تيروريست. هات لي بروف ديالك يا بغلون، مي هات لي بروف. اروح قول راهو تيروريست، يا عندي خناتني حديتوني تيروريست، وي دوموندي دومونديتوني ما تشوفوش. اروح قالو تيروريست، عدو سمار تيروريست، أمير ديزيت تيروريست، جميع من ينعلكم ويفضحكم يا ولاد الحرام تيروريست، هكذا؟ مي هاوليك الكذب بعينيه، هات لي بروف ديالك، أنا دي بروف، هات لي بروف. الفرنسيين قالوا لكم ما عطيتوناش دليل واحد، أون سول بروف ما مديتوهاش. إي أون بليس دو سلا، مادام فرنسا راهي تشجع وفتحت لهم البارح برد اكثر من 50,000 مشارك في مسيره كبرى في باريس، وعلاش ما تقطعش العلاقات السياسيه مع فرنسا؟ ايوا علاش العلاقات الدبلوماسيه وعلاش ما تقطعهاش؟ واش شدك لي بيان تاعك يا ولد الحرام؟ يا حرام يا ولد حرام، ها بس تسرقوا في الدراهم الجزائر تخبوا فيها في فرنسا، عطر عندكم انفابل قدام فرنسا، عطيتهم مراض قدام فرنسا. ها يا اخي الماك تساعد فيه فرنسا، يا اخي راهو محتضنو، قالوا البلد اللي راه محتضنو، ايه فرنسا هي محتضناتو. نتوما المغرب قطعتوا مع العلاقات وقلتوا هي تدعم في الماك، ما جبتوش غرام واحد تاع التدعيم تاع المغرب، وتكلموا علي في موضوع اخر. وش بيكم هاك؟ مازلت رجعتوا لحكاية تاع الهجالة، رباتك هجالة، سا سي سور يا ولد الحرام، رباتك هجالة وعلماتك تبكي كل هجالة، حاشا لهجل الفعولة على كل حدا اللي مات راجل، أنت كن مع الهجالة من نوعية
تبون هذايا اللي جي كل يوم يبكي ها داروا لنا ها عملوا لنا الشمس. الجزائر دولة عظيمة، الجزائر قوة، رخصتوها يقولوا قوة إقليمية، رديتوها رخصة إقليمية، رخصتوها عرض أنتم رخاص، رديتوها في مستواكم يا ولاد الحرام، رديتوا الجزائر في مستواكم يا ولاد الحرام. قالوا عندنا لي بروف، هات لي بروف تاعك هنا البوك لما تجيبهمش. أنا عم نسبك ونسب لك والديك ونسب لك أمك ونسب لك باباك ونسبكم كل كيما راكم، على خاطر الشيء اللي درتوه في الجزائر ألذ عادوا ما داروش فيها. تهينوا في الجزائر كي تكلموا هذا الكلام هذا، أنت ما تستاهلشكم في المكان هذاك يا ولد الحرام. أنت ولد حرام، حرام يا ولد حرام، لعنة الله عليك يا تبون يا رخيص. تجي تكذب عيني عينك وتضحك علينا الناس، تخلي الناس تضحك علينا، ولينا مهزلة قدام الناس. امشي مع البوك بالرشعة ديالك منين كنت يا خامج. ربي يقدر خير بلادنا بعد عليها ولاد الحرام. السلام عليكم ورحمة الله.